صحيح إن شامبليون فكنا رموز حجر رشيد اللي من خلاله قدرنا نكشف بعض الألغاز الخاصة بالحضارة مصر القديمة عن طريق قراءة بعض الكتابات والنقوش الخاصة بالفراعنة، بس الثمن كان غالي. شامبليون كان بيتعامل مع كل الدارسين الحضارة المصرية القديمة على أنهم دخلاء على مجهوده اللي تعب فيه لوحده، وأي شخص كان بيشوفه وهو بيسجل أو بيشرح حاجة بالهيروغليفي كان بيعتبره متعدى عليه هو شخصيا، لدرجة إن الباحثين البريطانيين لما كانوا يسمعوا إن شامبليون موجود في زيارة لمصر كان بيهربوا منه، عشان لو اتنشر أي بحث ما يتقالش إنه بسبب توجيهات شامبليون. فلو انت بقى بتشوفنا على فيسبوك ومهتم تعرف ايه حكايه شامبليون المخادع، يا ريت تعمل لايك وشير الحلقه، ولو انت بتشوفنا على يوتيوب يا ريت تعمل سبسكرايب للقناه، ويلا نشوف اصل الحكايه في بدايه الخيط. اول خيط الخداع من شامبليون بدا لما لاحظ البريطانيين وجود قطعه من البازلت الاسود تشكل اسقوفه داخل المسجد على حافه الانهيار في القاهره، مدون عليها كتابه مكونه من 3 خطوط بتشبه نفس اللي كانت موجوده على حجر رشيد بالظبط. وعلى الفور راح البريطانيين لمحمد علي باشا وقدموا طلب علشان يسمح لهم انهم يزيحوا هذه الاسقوفه لصالح علم المصريات، وفي المقابل يرمموا هذا المسجد. ولما القنصل الفرنسي اخذ خبر بالحكايه دي اقنع محمد علي باشا انه يرفض طلب البريطانيين بحجه ان ازاحه الاسقوفه دي تعتبر تكنيسه للمقدسات. وتقريبا الموضوع كان خلاص هيقف لحد كده، لولا ان شامبليون راح وشاف القطعه دي بنفسه، وبعدها رجع على طول على القنصل الفرنسي وطلب منه انه يقنع محمد علي باشا ان هم اللي ياخدوا الاسقوفه دي بنفسه، بس ازاي وهم لسه موقفين طلب البريطانيين اصلا. بس شامبليون كان واثق في مهارات القنصل الفرنسي ساعتها، كان اسمه دروفيتي، راح قدم طلب لابراهيم باشا ابن محمد علي باشا علشان يزيحوا الحجر ده لصالحهم، وما جابلوش سيره ان ابوه كان اصلا رافض الموضوع ده قبل كده. وعلى الفور عملوا اشاعه عند العيال علشان يقولوا لهم ان الباشا اصلا عايز الحجر ده لنفسه عشان دي تكون فضيحتنا مش فضيحه الاجانب. اول لما البريطانيين اخذوا خبر بالحكايه دي راحوا بالليل على المسجد القديم واخذوا الاسقوفه دي عندهم في القنصليه، وهناك حصل شغب كبير جدا من الاهالي. وعلى الفور قام ابراهيم باشا ابن محمد علي انه اقنع ابوه انه يجبر البريطانيين بتسليم الاسقوفه دي للحكومه المصريه. ولما البريطانيين عرفوا الحكايه دي راحوا نسخوا القطعه دي وبعتوا النسخ فين؟ على لندن، ورجعوا الاصل الاسقوفه دي فين؟ المسجد القديم. راح شامبليون واخد الاصل وبعته على باريس. الواقعه دي علمت شامبليون كيفيه التغلب على المنافسين في المناوشات الدوليه في الصراع للسيطره على الاثار المصريه، والحقيقه انه اتعلم الدرس بسرعه، واقتنع ان سرقه الاثار المصريه هي افضل وسيله للحفاظ عليها طالما الدافع مش للكسب الشخصي. والمدهش ان شامبليون كان بيحرم المبدا ده على منافسيه، بدليل وجود حملة مشتركة كانت موجودة في وادي الملوك مستولية على مقبرة رمسيس السادس بالكامل واعتبرتها مقر لها. ساعتها شامبليون قرر انه هياخد النقوش البارزة اللي بتزين احدى المقابر عشان يصفرها متحف اللوف تزين مجموعته اللي هناك، وبالفعل بدأ في تقطيعها. المعماري والنحات الانجليزي المعروف جوزيف بونمي لما سمع بسرقات شامبليون انزعج جدا واحتج، وبعت يوبخ شامبليون على مثل هذه الافعال، فكان رد شامبليون عليه ان ده السبيل الوحيد للحفاظ على الاثار من الدمار، وانا كده بتصرف كمحب حقيقي للاثار، ما دمت انا باخدها علشان احفظها مش باخدها بغرض البيع، وقريب هتسمع اخبار حلوه لان انا هاخد مجموعه اشياء جميله جدا من مقبره اوزيري وهبعتها عشان احفظها في المتحف الفرنسي. وبكده شامبليون خلى الدنيا تفتح على البحر، بسبب سياسته دي شجع الغرب على تهريب الاثار المصريه خارج البلاد عشان تزين متاحف اوروبا بحجة الحفاظ عليها وحمايتها من الدمار، لدرجة إن شامبليون انزعج من كمية السرقات الممنهجة للآثار المصرية، وبكده في آثار كتيرة جدا هتخرج من تحت إيده. في وقت ما كانش محمد علي مركز في حماية الآثار المصرية، وكان عنده جانب كبير جدا من الإهمال تجاه الآثار في مصر. وفي نوفمبر عام 1829 بدأت خديعة شامبليون الممنهجة علشان يحرم منافسين من سفر الآثار خارج البلاد، بإنه قدم التماس لمحمد علي بحجة الخوف على الآثار المصرية وإنها بتتعرض للنهب المنظم كل يوم. وذكر في التماسه ان ما يقرب من 13 معبد اختفوا من الوجود، تحديدا في فتره ال 30 سنه بعد جلاء الحمله الفرنسيه على مصر. مش بس كده، ده تم تدمير ما يقرب من 3 معابد في الكاب وجزيرتين في جزيره اسوان. واتفق شامبليون مع محمد علي باشا انه لازم يحط قوانين تشريعيه تجرم الحفر الا بتصريح رسمي من محمد علي باشا شخصيا. وانا كمحب للاثار المصريه هبلغ اوروبا كلها بكل القوانين اللي سموك وضعتها عشان تحافظ على المعابد والقصور والمقابر. ولما الموضوع اخد صدى جامد جدا في اوروبا ومحدش بعد كده هيقدر ياخد اي قطع اثريه من مصر، جه شامبليون بسرعه على محمد علي عشان يقنعه باهداء واحده من المسالتين اللي موجودين في واجهه معبد الاقصر الى باريس لاحياء ذكرى قوات بنبرد. وعلشان يقنع محمد علي بحكايه الاهداء دي قال له انك بكده هتقدر توطد علاقتك مع فرنسا وده هيعود على مصر بالنفع العظيم. وعلى الفور كلفت فرنسا المهندس أبولوناير بالإشراف الكامل على نقل المسلة عام 1831، والمهندس ليبا هو من قام بتقطيعها وإرسالها إلى فرنسا. وبالفعل نجح فريق العمل الفرنسي بعد جهد كبير جدا في نقل مسلة الملك تحتمس الثالث وتزين ميدان كونكورد بباريس
في نهاية عام 1832. وفي مقابل هذه الهدية الثمينة أهدى الملك لويس فيليب في فترته عام 1830 لعام 1848 إلى محمد علي الباشا ولي مصر الساعة المشهورة اللي تركبت في قصر محمد علي فين؟ في القلعة. وعلق الكاتب الشهير ويليام هول دياتس على نقل مسلة الملك تحتمس الثالث عشان تزين ميدان كونجورد في باريس، قال إن ده طبيعي يحصل في بلد عندها آثار عظيمة جدا لكن ما عندهاش متحف يتم الحفاظ فيه على الآثار المصرية القديمة. وبسبب النهب الفرنسي المنظم اللي عمله شامبليون خلى فيه اهتمام جديد من الدبلوماسية الدولية تجاه مصر، وبدأ يبقى فيه مكاتبات بين القنصليات ومحمد علي باشا علشان ينبهوه بضرورة الحفاظ على الآثار المصرية القديمة، ومن ناحية تانية يطلبوا منه بعض الآثار لعرضها في ميادين أوروبا. ومن هنا بدأ يتنبه محمد علي باشا إن آثار مصر تشكل مادة قيمة جدا عند الأجانب ولازم يتم الاحتفاظ بها داخل البلاد. وبالفعل بدأ يتم إنشاء مكان مخصص لحفظها سمي بمتحف الأزبكية. وختاما تعتبر مسلة معبد الأقصر الخاصة بالملك تحتمس الثالث اللي تم إهداها إلى باريس خير شاهد إن شامبليون كان يخدع الجميع وإن زيه زي غيره شارك في جرائم النهب المنظمة للآثار المصرية القديم وإن حل لنفسه ولدولته اللي حرمه على غيره بحجة إنه كده بيحمي الآثار المصرية من الدمار وإن كده هو بيتصرف كمحب للآثار وللحضارة المصرية القديمة. وفي نهاية حلقتنا أتمنى تكون عجبتكم وفادتكم وأشوفكم في حلقة جديدة من برنامجكم بداية الخيط وما تنسوش تبصوا على مصادر حلقتنا تحت في الديسكريبشن. يومكم سعيد.